أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل يشترط لكون الشخص من الراسخين في العلم أن يكون كبيرا في السن أم قد يكون شابا؟ رسوخ في العلم ليس مقصورا على كبار السن، قد يكون شاب وهو راسخ في العلم كعبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره من شباب، ومعاذ بن جبل ومن شباب المسلمين. نعم.